في ايه يا حسب الله؟ ايه اللي انت عايزنا فيه ولممنا عشان؟ مالك دخلها هجم كده؟ ما تقعدي على حيلك الاول. في ايه يا ري؟ مش عرفني تلاقيه معربن على حاجه. بتحرب على ايه يا حسب الله؟ الله، ما تصطبري على رزقك. استنى اما الف سجاره عشان اتمخمخ كده وبعدين اتكلم معاك. امال فين ابو عيال؟ ما جاش معاك ليه؟ مالكش دعوه بعبد العال، قولي اللي انت عاوزه اني سامعاك. لا، ابو عيال مؤاخذه لازم يبقى موجود وياخد ويدي معايا في الكلام، ولا هو عدم المؤاخذه طرطور؟ ما تلم نفسك يا راجل انت، ده ايه طولة اللسان دي؟ لايموها بقى. السلام عليكم. عليكم السلام، تعب حوالي واحد، اقعد. ها؟ عواتي ليه؟ معناها ما سلت ايدي من الشغل وجيت طوالي، هي العباره. انت لممنا ليه كلنا كده بربط المعلم حسب الله؟ ولا حاجه، انا امبارح لمؤاخذه بعد ما الشغل خلص كده قعدت اعصر في نافوخي. قلت يا واد، هو احنا ليه المكان اللي بنشتغلوا فيه بنناموا فيه؟ لو انت لمنا كلنا عشان نقول لك ليه. هو انت انصبت في نافوخك يا راجل انت؟ ما تقول لنا كلام عادل عشان نفهموه. ده راجل فاضي، والحشيش اللي بيشربه معطوله طول الليل والنهار خلاه يخرف. قوم بينا يا عبد العال. استنى، انا لسه ما خلصتش كلام، وكل واحد فيكم يحط لسانه جوه حنكه ويسمع اللي انا بقوله. انا قلت ليه لمؤاخذه ما نعملش زي الناس الهلالايف، يعني اللي هم لمؤاخذه بيسكنوا في حته وشغلهم يبقى في حته تانيه، يعني يناموا في مكان والشغل يبقى في مكان تاني. ولازمتها ايه الدوخه دي؟ اقول لك لازمتها ايه، عشان لو مؤاخذه لو اتخزوقنا كده ولا كده يبقى لنا جيران تانيين عارفين ان احنا ناس محترمين. يعني غرضك نسيبه المطرح ونسكنه بره؟ ما كانش فكري انك بتفهم يا حسام. انت ليه كده تصور يا جرح؟ بس انا مش موافقه اننا نسيبه المطرح. نضمنه منين ان احنا بعد ما نمشي ويطلع لنا حد ابن حرام يعمل فينا مغرز ويجيب دهيه للكل؟ لا، ما هو احنا مش هنسيبه المطرح ونمشي، احنا بعد ما نشطبه نسوجر، وبعدين الجزء البغالي اللي انت انياهم العسكري والشويش في الدار هيبقى عينيهم مفجله. كلام حسب الله مخمخ مفوخي. وانا موافق عليه، بس المطرح اللي احنا هنسكنه فيه يبقى نضيف. مش كده ولا ايه يا سكينه؟ كده يا نني عين سكينه. يا قلبك يا رايا، اني هنعزله تاني بحبلي؟ ده ايه هده الحيل دي؟ ومين فينا اللي فاضي يدور على مطرح؟ ماني خطر بقى لمؤاخذه، قلت اكيد الفكره هتعجبه. قمت من صباحيه ربنا لفيت وغربنت على مطرحين في ريح بعض. لا، بعاد عن بعض. وانت رايح زنقة اليهود قلت نشقر؟ لا، ده انا جاي لك مخصوص. مخصوص؟ يبقى وراك حاجة يا ولد. اركب. نركب؟ هو احنا هنختشي؟ اهو بعد كده تروح لي. اعمل لي سريع يا ولد. يا سلام يا ده محمود. ايوه كده. والله والله. اتفضل يا محمد. يا سلام يا ولد. انا مش عارف دخانك ولا بيمزجني عن اي دخان تاني. اشرب وتمسك يا محمد. الله،
يلا هلا. الفورمة اللي معاك دي بتشتغل ايه؟ لزمته ايه السؤال ده؟ مش ليها اخت اسمها ريا؟ ها؟ ايوه ايوه. انت عارف الحرمتون دول بيشتغلوا ايه؟ ايوه عارف. انا اخوك يا محمد ولازم يبقى قلبي عليك. بلاش الوليه دي، البوليس لو قبض عليا واختها ساعتها هيقبض عليك انت كمان وتروح فطيس. فطيس؟ فطيس مين؟ والبوليس هيقبض عليها ليه؟ هي بتعمل حاجه وحشه؟ ليه؟ هي الرجاله اللي بيروحوا عندهم في البيت بيعملوا ايه يعني؟ ايوه ازاي اللي في بالك؟ اللي بيروح على محمود بيشرب له كاس، بيشد له نفسين حشيش، مش اكتر من كده. اسمع الكلام وابعد عنها بزياده. ما نقدرش يا محمود، ما نقدرش. يبقى عايز تجيب لنفسك ده يا محمد؟ بنحبها يا علا. داني لما بنفكر فيها ولا بنشتغل بيبقى الود ودي اشمع الفتله وفكيك على البيت يا علا. وقول الصبر، انت متجوزه؟ انا وعبد العال سكننا في بيت نمره 5 شارع مكورس في ظهر الكراكون لزق، وريا وحسب الله سكنوا في 38 علي بيت كبير ظهر شارع الكهرباء. يعني بقالك 3 ايام معزله، ارتحتي بقى؟ اصل عبد العال ما كانش مرتاح للسكنه معاهم، وانا يا اختي تبع راجل وكلامه يمشي علي. احي على مياستك يا وليه، اختشي في ناس في الاهل. طب نقوم انا بقى، لسه بدري. بس رايحه فين؟ رايحه للولايه مراجعه بنستلف منها برقع عشان ما حدش يعرفني، وبعد كده هنروح الخماره نرجع الازازه الفاضي. ليه؟ هو عبد العال محرج عليكي كيفك اليومين دول؟ لا يا اختي، محرج عليا نمشي لوحدي في شارع الكهرباء. فكرتيني، القعده معاكي بتنسيني الدنيا يا بنت. قال ايه؟ قلبوا الكهرباء في مصر. قلبوا الكهرباء؟ كهرباء تدي يا ولاد اللي هيقلبوها دي زي الرزيه. قلبوها المظاهراتيه. قال ايه؟ الناس عملوا مظاهرات وكسروا الدكاكين وقلبوا الكهرباء. الهي تواكسوا. وعرفتي ازاي؟ زبون كان في مصر ورجع امبارح لم القهوه كلها حواليه بالحدوته دي، بس قال حاجه يا بنت كده مخولتني. حاجه ايه؟ دي ثوره، نفي الزعماء حرك الناس، لكن تكسير المحلات وقلب الترامواي دي سابقه خطيره، علشان كده صدرت الاوامر بحظر التجول في عموم مصر كلها. هو من الساعه كام هيبدا الحظر يا فندم؟ من 8 لـ 8 يا فندم. هي الناس ناقصه حد يحك لها على مناخيرها، مش كفايه عليهم وقف الحال اللي هم فيه يا ابراهيم افندي؟ حي اللبان اللي احنا فيه لمم الوغش بتوع اسكندريه كلهم، انت عارف ده كويس ومش محتاج اقوله لك كل شويه. لازم تسيبك من العواطف دي وتفتح عينيك وتنفذ الاوامر من غير ما تفكر، ده شغلنا. يلا كل واحد يروح على بيته، يلا كل واحد يروح على بيته، يلا اللي مش هيزق هسحبه على الكراكون، يلا في حصر تجول، يلا في حصر تجول، كلام الحكومة لازم يتسمع.